facebook.com/desertforce. حظا طيبا للجميع. نعود الآن إلى الحلبة مع الأكشن الحقيقي. المباراة الرابعة من الكويت. الأخطبوط هكذا يسمونه في الكويت. بدأ تعلم فنون القتال منذ كان عمره 12 عاما، وهو اليوم متخصص في الجوجيتسو ويتمتع بمرونة عالية جدا تميزه عن غيره. وبجانب هذا فهو غواص محترف، أخطبوط بمعنى الكلمة. يوسف حمد في ممارسة الرياضة، طبعا في غض النظر شنو كانت الجنسية أو شنو التوجه أو هذا، طبعا الرياضة هي رياضة وروح رياضية. نتعلمنا أن أنا أواجه خصمي بشراسة داخل الملعب، برا الملعب إحنا أخوان وزمايل وربع. لنقابل المقاتل الخصم من العراق. بطموح عال وشغف كبير للفوز يأتي هذا المقاتل من العراق ليترجم 5 سنوات من التمرين في مواجهاته القادمة مع مقاتلي ديزرت فورس. توقع الكثير من هذا الشاب، فقد استطاع أن يكشف أسرار الأمامي في وقت قصير. علي الهادي. يوسف الأحمد، أنت لاعب جوجيتسو، لاعب كيك بوكس، ومستعد أنزل وياك أرضي، وإن شاء الله ما أنزل وياك أرضي وأقع قاضية إن شاء الله. من ينتزع اللقب؟ من هو أقوى العرب؟ إذن هذا هو، هذه هي معلومات اللاعبين. تيل اوف ذا تيب. الركن الأزرق المتمرس بالبرازيليان جوجيتسو وزنه 66 كيلو من الكويت. رحبوا معي بيوسف الحمد. بالركن الأحمر المتمرس بالساندا والكيوكوشان وزنه 66 كيلو من العراق. رحبوا معي بعلي الهادي. الميزان مكون من 3 جولات، مدة كل جولة 5 دقائق. المباراة ستكون نوعا ما تقليدية، لاعب يجيد الألعاب الأفقية أو السترايكينج، ولاعب يجيد الفنون الأرضية مثل الجوجيتسو. أعزائي المشاهدين، إن شاء الله أخ محمد اليوم راح تكون مباراة نوعد الجمهور الكريم بمباراة تشويقية فيها كثير من القوة والحماس. مثل ما قلت، لاعب الحمد بالشرط الأسود واللاعب علي الهادي بالشرط الأسود واللي موجود في أحمر. والآن أعزائي المشاهدين تبدأ المباراة، المباراة الأولى في ديزرت فورس. اللاعب الآن يوسف الحمد، ركلة يسارية ونشوف التشويق السريع، هجوم سريع من يوسف، منفعل، ما استخدم الجوجيتسو. والآن الجلاتين يحاول الخنق. الآن يوسف يحاول خنق اللاعب العراقي، خنق اللاعب العراقي. الآن يوسف المسكة، الإيد ما اكتملت للاعب يوسف بالشرط الأسود. مباراة سريعة، يوسف أخذها بطريقة مش تقليدية للجوجيتسو، حاول يهاجم من فوق. مسكر طبعا رجله مثلث، مسكر رجله مثلث. طبعا يوسف الأخطبوط رجله طويلة. الآن شوف اللاعب العراقي أعزائي المشاهدين يتألم، يحاول هرب، هرب اللاعب العراقي، هرب اللاعب العراقي. الآن الأرمبار، الأم بلات الأرمبار. محمد شوف الأرمبار، حركة تقييد الذراع، استسلم، حركة تقييد الذراع. الجوجيتسو البرازيلية اليوم تحقق الفوز الأول في البطولة، بطولة ديزرت فورس الجولة الثانية بالأرمبار. إذن يوسف الحمد الملقب بالأخطبوط يبرهن لمشاهدي ديزرت فورس بأن الجوجيتسو هي لعبته المفضلة، أنهاها بلعبته المفضلة بطريقته المعتادة. عمار، هذا صحيح محمد، الجوجيتسو تعتبر لعبة قوية
في النزال الأرضي، حاول الحمد أنه يستخدم يغالط اللاعب، يستخدم القتال الواقف، ولكن بعدين نزل على الأرض حاول يأخذ الجلاتين أو الخنقة، وبعد ذلك انتقل إلى حركة تقييد الذراع والتي من خلالها حصل على الفوز في النزال الأول اليوم هنا في المملكة الأردنية الهاشمية في بطولة ديزرت فورس على الـ NBC أكشن. بعد 54 ثانية فاز اللاعب يوسف الحمد من الكويت بحركة تثبيت. مبروك. لقبك الاخطبوط، واعتقد ان بناء على نتيجة المباراة عرفنا ليش سموك الاخطبوط. الحمد لله حاولت اني اسوي التكنيكات اللي متعودين عليها جوتسو، والحمد لله الله كتب لي فوز، والخصم اللي لعبت وياه خصم ممتاز جدا صراحة، ولكن الحظ كان معاي الليلة هذه. مشكورين على الحضور، أتمنى نشوفكم البطولة الجاية. بوس. تعتقد المباراة لأي حد؟ حق كل كويتي وكل خليجي وكل عربي وحق كل الموجودين هني، سامحونا على القصور وإن شاء الله نكون استأنسنا الليلة وياكم. شكرا يوسف، تحية إلى يوسف الأخطبوط من جديد.